رأينا عظامها كان في كيس، ولكن أين مرددي الشعارات؟ ولدها كان أرسلاً عام 90 بناحية قرياز بأرض روم، انخرط في صفوف العمال الكردستاني باكاكا في ريعان شبابي، وقضى حياته في سوريا قبل 7 سنوات، وبعد مرور 7 سنوات كاملة تم تسليم عظامه لوالده المفجوع في كيس من قبل الدولة التركية الفاشية. خيبة أمل أصابت الأب المفجوع وهو يحضن عظام ابنه ذو 22 عاما وسط مركز مدينة أمل. والحق أنه ليس والده فقط، بل عموم الشعب الكردي شعر بخنجر الفاشية يخترق قلبهم المجروح من رؤية مشهد تراجيدي كهذا. غير أننا رأينا بعدها بعض الأتراك الوحشيين من بينهم كتاب ورسامون أبدوا اعتراضهم حتى من تسليم العظام، فقالوا كان من المفروض ألا تسلم الدولة حتى عظامه لوالدي. وهنا تبدأ مواجهتنا ضد دولة المحتلة العنصرية والوحشية وشعبها البربري الهمجي. وبصدد الحادث المؤلم صرح الرئيس المشترك السابق لهدف صلاح الدين دميرتاش قائلا: لو تم تقسيم المجتمع فيجب أن ينقسم لقسمين، قسم يؤمن بالديمقراطية والقيم الإنسانية العالمية، وقسم يؤمن بالفاشية والسارقين. فينبغي التفريق بين من قال للعم علي رضا استحق ذلك ومن حمل هذا الألم والجرح في قلبه وأعماقه. كلام دميرتاش بدأ أدبيا بشكل واضح، فلم يكن لا تفسيرا للوضع القائم والقاتل، كما لم يكن ذو دلالة للحل الأمثل للحادث، بل كالعادة كان كلاما منمقا براقا شموليا أدبيا، وكأن دميرتاش يستعرض لجماهيره وأنصاره. أي المجتمعين؟ المجتمع الكردي أو المجتمع التركي؟ أيا ترى لماذا لم يستخدم دميرتاش كلمة الكرد وكردستان حتى لدى رؤيته لعظامها كان أرسلا بهذا المشهد التراجيدي؟ فلينقسم المجتمع لقسمين، أليس المجتمع منقسما على شقين أصلا؟ أليس القتل والضحايا دوما من جانب الكرد المضطهدين والمنقسمين، بينما الجانب الآخر يشعرون بسعادة بالغة بموت الكرد ويستفيدون من موتهم ويستثمرونه دون أدنى هم من أو غم؟ فلو لم تتمكنوا من التلفظ بكلمة كردستان حتى بعد مشاهدة عظامها كان أرسلا في كيس، فماذا سنقول لكم؟ ألم يستشهدها كان أرسلا من أجل هويته الكردية؟ أليست ناحية قرياز منبعا حيا للوطنيين الكرد؟ فوالد أرسلان هاكان علي رضا لا يعرف حتى اللغة التركية، ولكن حتى عندما يتحدث دميرتاش عن فاجعة وآلام والده لا يستطيع التلفظ بلفظة الكرد. آنذاك تنكشف تعفن الطبقة السياسية ويصبح كل شيء واضحا لا غبار عليه. فدميرتاش لم يتفادى النطق بكردستان فحسب، بل في الوقت نفسه لم يحاول حتى الكشف عن قتلة هاكان، علما أن هذه الجريمة الوحشية ليست شيئا عاديا مما يحدث بين المجتمعات، بل الحادث وقعت بين الدولة التركية المحتلة والباكك التي تزعم أنها في حرب وقتال مع الدولة. الباكك مسؤولة عن الحادث بقدر الدولة التركية. نعم، فالباكك كانت تدرك جيدا أن الموت المحتم بانتظار هؤلاء الشباب، فوأدت أطفال الكرد في قبور كانت قد وصفتها بالخنادق، دمرت 12 مدينة كردستانية، وما زالت العشرات من جثث هؤلاء الأطفال والشباب في مقابر لا يعرف لها أثر. لماذا؟ لماذا تم حفر تلك الخنادق؟ لماذا تمت التضحية بهؤلاء الشباب؟ لماذا جلب هاكان أرسلان من قريته بقرياس في أرض روم للقتال في سوري آمد؟ أم لماذا استمرت الباكاكا بتدمير مدن نصيبين وسور والجزيرة وجبر وغيرها من المناطق الكردستانية رغم فشلها في هذه الحرب سابقا وتسببها بتدمير وارتو وفارقين وسلوبي من قبل؟ فبسهوزة ومن أجل أن لا تتزعزع كرامتها أجبرت شباب الكرد على البقاء في سرادب المنازل في الجزيرة وأحرقتهم. فهل كرامتكم واعتباركم أغلى من دماء وأرواح شباب الكرد خاتم بسهوزة؟ فكيس العظام الذي يحمله العم علي رضا كان نتيجة مخططاتكم لحرب الخنادق الانتحارية، فكومة العظام التي أجبرتم العم علي رضا على حملها كانت جريمتكم، وينبغي على الشعب الكردي في كردستان تركيا أن يرجموكم أنتم قادة الباكاكا لإشعال حرب الخنادق هذه. فالعدو وحشي ودموي لا يرتوي من دماء الكرد، أم أنكم لا تعرفون هذا؟ ألقيتم بشباب الكرد بلا أي سبب في نار الأعداء، والآن تستثمرون عظامها كان أرسلان؟ ألا تخجلون؟ فالشعب الكردي ليس قرابين آبائكم،
ستدفعون ثمن خيانتكم لشعب الكردي باسم الخنادق. فحرب الخنادق للبككة كانت أكبر خيانة يتعرض لها الكرد، وقلبت كردستان تركيا رأسا على عقب أينما كانوا يرددون شعارات. مما لا شك فيه سنذكرهم بآخرين لم يتحدث عنهم دمير تاش، الذين كانوا يتهمون من يعارضون حرب الخنادق بالخونة، وكانوا يطبلون للحرب سواء بضغوطات من البككة أم لا. فهدب الذي كان دمير تاش رئيسا له آنذاك كان يشجع على هذه الحرب، ففيجنيوغزا كانت تصرح وتمزق حنجرتها في فارقين وتقول حرب الخنادق ثورة. وسري ثريا أوندر هز سبابته في وجه كوادر البككة المعارضين لحرب الخنادق قائلا سيتم حفر تلك الخنادق، بل قاد العشرات من برلماني هدب حرب الخنادق. فكان كوادر البككة في آمد يقولون لجاكيرتش محمد حرب الخنادق ستحرر سور آمد. فيا ترى ماذا حصل لهؤلاء الناس؟ فأين من كانوا يدعون لحرب الخنادق ويوجهون شباب الكرد نحو الموت؟ أيا تجار حرب الخنادق، لماذا تركتم العم علي رضا مع كيس عظام ابنه وحيدا على قارعة الطريق؟ لماذا لم يكن أحد المطبلين لحرب الخنادق من مسؤولي هدف معه؟ أم لماذا تم تشيع جثمان هاكان ودفنه من قبل عائلته وأهالي قريته وحده دونكم؟ لماذا لم تبدي هدف أي ردود أفعال تجاه عظام هاكان كالردود التي أبدته للفنانة كولشانا بوبجي؟ فلو أراد دمير تاش فعلا أن يتحدث عن هاكان أرسلا، فينبغي عليه أولا أن يتحدث عما ذكرناه من الممارسات والأحداث. فدمير تاش ليس محللا، بل هو شريك في تلك العملية التي حصدت روح هاكان وتركت عظامه. لهذا لو كان هناك تقسيما فليكن على هذا الأساس، ففي جانب هناك المستعمر والمحتل الذي فرح بموت هاكان، وفي الجانب الآخر هناك من أرغم هاكان على المحكومية للخندق باسم الثورة والانتفاضة، وبعدها تفادوا التقرب من جثمانه. فقد ولى زمن تقمص دمير تاش لدور سياسيين ذو نوايا حسنة نفسية متواضعة، وأنه لا يعلم بهذا الشيء. فقد ولى هذا الزمن يا سيد دمير تاش، فدمير تاش لا يقدر على محاكمة أحد في هذا الموضوع، بل العكس تماما، فهو المحكوم للنقد لا غيره.